السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي نفس يوم الجمعة الذي تعاركت فيها مع الصوماليين في موقف العربة ذهبنا مسرعين جدا جدا أنا وزميلي رواد إلى مطار برمنغهام لأن الطائرة ستقلع الساعة 3:45. فذهبنا إلى مكان صعود الطائرة وكان معي شنطتي فحبيت أن أصعد فكان هناك رجل الأمن الخاص بالشركة فقال لنا ضعوا شنطتكم هذه في هذا المجال أو هذا المكان لكي نشوف أنها تستوفي الشروط أم لا. فوضعتها فلم تدخل والأمر قلت للرجل إن هذه الشنطة تتبع المقاييس الدولية وأنا أسافر بها في كل مكان في العالم. قال المقاييس الدولية شيء ونحن شيء تاني, نحن لنا مقاييس أخرى. فقلت له كيف لا تخبروننا بهذا؟ قال هذا ليس يعني من مسؤوليتي, عليك الآن إن أردت أن تصل على الطائرة أن تدفع 50 جنيه وحين العودة إن لم تخبرنا بال عن طريق اللي هو البريد الإلكتروني فستدفع 50 جنيه أخرى, أو إن تدفع الآن 20 جنيه فيكون 70 جنيه لك أن تدفعها لكي نسمح لك بصعود الطائرة, هذا خلاف ثمن التذكرة التي دفعناها لصعود الطائرة. أنا سميت هذا سرقة مقنعة من هذه الشركة الوضيعة. طبعا استاط غضبي وعلي صوتي إلى آخره لأنها أعتقد أنها سرقة مقنعة من هذه الشركة. وهددت بأن لا أسافر لكن كان معي صهري زوجي ابنتي التي هدأ من روعي وقال لي إن لم تسافر فأنا لن أسافر معك. وهدأت نفسي يعني أعصابي كانت مرتفعة شوية ودفعنا مبلغ 70 جنيه. وتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ليس القوي بالشديد في السرعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب. وسافرنا لتقديم العزاء وكانت نفسياتي مضطربة لهذين الموقفين السيئين فأثر في كثيرا حتى أنني لم يهدأ لي بال إلى اليوم التالي ولم أنم حتى نوما مطمئنا إلى اليوم التالي إلى أن ذهبت إلى صاحبنا الصومالي في نفس المكان لأعتذر إليه أمام التلاميذ وأقر بخطئي الذي ارتكبته بالأمس القريب مقبلا رأسه ومحتضنا إياه أمام التلاميذ محاولا أن أقبل يديه عذرا أمام التلاميذ. الدرس المستفاد هنا أيها الشباب هو تهذيب النفس وتملكها حين الغضب وكبح جماحها حين تخرج عن المألوف واحترام العمر واحترام المكان الاجتماعية واحترام الخبرة والقيمة التي اكتسبتها في حياتك وصورتك الجميلة التي يرسمها لك المجتمع. كل هذه الأشياء لابد أن تتذكرها لأن المجتمع يراك حين تغضب وأنت لا ترى نفسك حينما تغضب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.